Hi everyone, I hope that you are fine. In this video I'm going to speak about time. So we say, what time is it? What time is it? What time is it? يعني كم الساعة؟ كنقولوا كم الساعة؟ شحال الساعة؟ What time is it؟ هذه هي الساعة. إذن ملي كتكون الساعة هيدا، ملي كنكونوا ماشيين هيدا كنقولوا past. Past. Okay؟ past. وملي كنمشيو هيدا كنحسبوا to، يعني كنقصوا to. إذن هاد باست دائما نفس الساعة هنا كنخليوها، ولكن كنبدلو الدقائق. دقائق دائما ملي كنهضروا على الساعة كنبداو بالدقائق. دقائق كنقولوا it's 5 minutes past 3 مثلا، it's 10 minutes past 8، it's a quarter past، هذه كتقرا quarter، it's a quarter، it's a quarter past 11 مثلا، 11:15 غنقولوا it's a quarter past 11، 8:15 كنقولوا it's a quarter past 8. هنايا كنعملوا المطا ديال الساعة، وهنا كنهضروا بالدقائق عادية، دائما كنبداو بالدقائق. إذا هنايا it's 20 minutes past كنعملوا الساعة، it's 25 minutes past كنعملوا هنا الساعة رقم. هنا ملي كتكون نصف يا إما نقولوا it's 30 minutes past مثلا 10 10، it's 30 minutes past 10، ولا كنقولوا it's half، it's half. هاد ال we don't pronounce ال، ما كنطقوش اللام، كنقولوا it's half، it's half، half. Half because we don't pronounce L، ما كنطقوش اللام. وملي كنجيو هايدا هنا كنقصو، كنقولوا it's 25 minutes to، يعني بحال مثلا 7:35، 7:35 دقيقة، كنقولوا it's 25 minutes to 8، يعني 8:25 دقيقة. هنا it's 20 minutes to، it's a quarter to، quarter هذي كتقرا it's a quarter، it's a quarter to، هنا أقل. It's 10 minutes to، it's 5 minutes to، it's ملي كتكون الساعة واقفة كنقولوا it's 5 o'clock، it's 6 o'clock، يعني o'clock واقفة. غندوزو إن شاء الله الإكزرسايز أو التمارين أو إكزامبلز. إكزامبلز so what time is it؟ سؤال كنقولوا we answer by، نجيبوا على السؤال ب it's، دايما كنعملوا it's، it's 4 o'clock، it's 6 o'clock. إكزامبل ملي كتكون الساعة واقفة ربع نيشن كنقول it's 4 o'clock. إذا ملي كتكون عندنا 15 minutes 15 دقيقة تساوي a quarter، a quarter هي ربع ساعة، it's a quarter. 30 minutes كنقولوا it's a half، it's a half، نصف ساعة، it's a half. 60 minutes 60 دقيقة كنقولوا an hour، an hour، هاد اش ما كنطقوهاش كنقولوا one hour أو an hour، an hour. 60 seconds كنقولوا a minute، إما a minute أو one minute، one minute. Okay. We have example here. British American time and we have Arabic. إذن British كنقولوا it's 5 o'clock، الخمسة واقفة، it's 5 o'clock. American كنقولوا it's 5 o'clock، الخامسة تماما. Okay. الخمسة وخمسة دقائق كنقولوا it's 5 past 5، it's 5 past 5. هنا American كيقراو عادي، ديك الحروف كيقراوهم عادي، كنقولوا it's 5 5، it's 5 5. It's 10 past 5، it's 5 10، الخامسة وعشر دقيقة. It's a quarter past 5، it's a quarter past 5، it's 5:15، it's 5:15. كيقراو حروف عادية بالأمريكية، كيقراو حروف عادية بحال هذا 25 غنقولوا it's 5:20، it's 5:20 بالأمريكية، ولكن بريطانيا كيقولوا it's 20 past 5، it's 20 past 5. Okay. It's 25 past 5، it's half past 5، it's half past 5، it's 25 to 6، it's 20 to 6، it's a quarter to 6. ملي كتكون مثلا 5:45 يعني بغينا نقولوا 6:15 كنقولوا it's a quarter to 6، بحال لي هذه السادسة أقل من ربع ساعة، السادسة أقل من 20 دقيقة. Okay. It's 10 to 6، it's 5 to 6 إلى آخره. إذا ساعة يمكن يكون طالعوا بشويش توقفوا الفيديو وتقراوا هذا الشيء. تحس عندنا ملي كتكون عندنا 12 واقفة كنقولوا ميد داي، نون، منتصف النهار كنقولوا ميد داي، ميد داي أو لا نون. وهنا ملي كتكون لي 00 كنقولوا ميد نايت، منتصف الليل، ميد نايت. وهنا عندكم اي ام، ملي كتكون اي ام ملي كتشوف التليفون كتجبر اي ام، ديك اي ام كتكون from midnight to midday، كتكون من منتصف الليل الى منتصف النهار كتكون اي ام، ومن منتصف النهار الى منتصف الليل كتكون بي ام، يا اما كتكون بي ام او لا كتبدا 13 14 15 يعني فوق فوق يا اخر كتكون العشيه، مع العشيه من 12 الفوق كتكون بي ام. Thank you very much. If you have any question you are welcome. Goodbye.